الحمد لله اللي عندنا العيالات في البلاد في القرن 21، كنت امرأة أو كنت راجل سواسية أمام القضاء. وهذا الصراع اللي وقع الخميس اللي فات أمام الجلسة، من اللي جاو شي عيالات ديال شي أحزاب كانوا كيدعوا بأنه خدموا من أجل العدل والحرية وطاطي با 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 فهمتي، وكانوا غير كيسرقونا تسالاو تعطينا من الحكم، داروا داروا الإنصاف والمصالحة، قشطونا في 800 مليار ومشاو بحالهم. شكون الأمور واضحة، أنا هذوك الناس كنكرههم، أنا كنعرف العمق ديال النفاق ديالهم.